حياكم من جديد مشاهدينا الاحبه، وتحيه صباحيه لكل من يتابع برنامج قهوه الصباح. شكرا للزميله فايزه السلطيه وفكره عالم المدارس، ونحن ننتقل بكم الى فقره درر صحيه. هذه المره سنتحدث بمشيئه الله عن التغيرات المناخيه وتاثيرها على الصحه بشكل عام. نزلات البرد وكما تعرف بين الناس زكام او الرشح، يعني من الامراض الاكثر شيوعا يعني بمختلف الاعمار وفي مختلف الفصول، ولكن احيانا ربما مع التقلبات الجويه والتغيرات المناخيه الواحد ما يعرف كيف يتعامل مع هكذا حالات. المهم التفاصيل ستكون مع الدكتور مصطفى عصام آل علي، طبيب عام بمستشفى الخليج التخصصي، اللي من خلاله نتعرف على طرق الوقايه قبل العلاج. حياك الله دكتور. وصباحك كانك بردان دكتور. ايه صح. صباح الخير. حياك الله على الموضوع كمان. صباح الخير عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. حياك الله معنا دكتور. دكتور ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن التغيرات المناخيه وتاثيرها على الصحه، بما نحن الحين في فصل الشتاء والجو اصلا بادي يتغير، ونلاحظ ان يعني هناك في انخفاض بالفعل في درجات الحراره. العلاقه بين تغيير المناخ وايضا الصحه. طبعا اكيد تاثير له تاثير كبير، خصوصا يعني من يصير انخفاض بدرجات الحراره. علميا اثبتوا انه انخفاض درجات الحراره يؤثر على الجهاز المناعي جسم الانسان، ويؤثر على كمان على الجهاز التنفسي، و حتى بالنسبه للفيروسات اللي هي مسببه للامراض، نزلات البرد في الجو البارد الجاف، خصوصا هذه الايام تبقى فترات اطول، يعني تكون فترات اطول موجوده في الجو، فلذلك تزيد نسبه الاصابه بالنزلات البرد والزكام خلال فتره الشتاء، خصوصا في فتره التحول، يعني التحول او الانخفاض المفاجئ لدرجات الحراره اللي نعيشها هذه الايام. مثل ما قال استاذ سيف، بالنسبه لنزلات البرد، هي مرض فيروسي، يعني هو مصطلح شائع نزلات البرد، بس في امراض كثيره ومسببات كثيره، يعني انواع الفيروسات اللي تسببها تقريبا توصل الى 200 نوع او اكثر. طبعا سنويا قاعد يصير اكتشاف انواع جديده، بس اكثر شيء الشائع اللي هي احنا نسميها الزكام او الكومن كولد والفيروس الانفلونزا، متشابه في اعراضها نفس الاعراض، الاعراض الشائعه اللي معظم الناس يعانون من عندها، اللي هي مثل ما تعرف الحراره، الرشح، السعال، الاحتقان في البلعوم، التعب، الإرهاق، الصداع، أوجاع في الجسم وفي العضلات. هذه هي الأعراض الشائعة للزكام والإنفلونزا. أما مثل ما نعرف أنه أو مثل ما قلنا أنه في اختلاف بين الزكام أو الكومن كولد والإنفلونزا، لأنه يعني في الفيروس المسبب للزكام اللي يطلق عليه راينو فيروس، هو يصيب فقط الأنف. هو نفس الفيروس طبعا ما يسبب هذه الاعراض، بس مناعة الجسم او رد فعل الجسم بسبب هذه الاعراض. فاذا كان مثلا صار في الانف بيصير رد فعل انه بيصير السيلان والرشح. ممتاز. اذا يصيب الجيوب الانفيه رد فعل الجسم. فمثل ما قلنا هو يعني كمان يتعلق بمناعة الجسم، كل ما تكون مناعة الجسم اقوى كل ما تكون فترة مرض أخر. صحيح، لكن المشكلة اللي واجهها الكثيرين ربما حتى في هذه التقلبات المناخية الجوية ربما ما يبالوا، ها، ويستهينوا ربما بهذه نظرا لاستمتاعهم بالأجواء. صحيح. وخروجهم. صحيح. أيضا في المطار وغيرها. كيف التعامل الأمثل والصحيح مع هكذا حالات دكتور، بحيث تقينا كوقاية من الإصابة مثل الحالات والأمراض اللي ذكرتها؟ صح، هو يعني أخطر شيء هو موضوع التقلبات الجو، يعني أنه يعني خلال بين يوم مثلا نحكي كان درجة الحرارة مرتفعة وبعد يوم نزلت انخفضت كثير، فهذا طبعا هذه أخطر شيء، يعني فلذلك انه واحد لازم مثلا يقول ياخذ حذره من نوع انه يلبس الملابس الثخينة، ما يطلع مباشرة على الجو البارد، يعني هو مثلا انه هو الجو البارد بنفسه هو ما يعني مو سبب الإصابة، ولكن اختلاف وتقلبات الجو سبب الإصابة. فأهم شيء أنه يأخذ حذره خلال هذه الأجواء. الملابس تكون ثخينة. طبعا ما ثخينة كثير، حسب الجو، يعني الجو أحيانا البعض يكون في البيت ولا حتى داخل السيارة. درجة الحرارة ربما مرتفعة شوية، ولكن بمجرد ما يفتح الباب ويخرج برا درجة طبعا تكون متغيرة تماما ومنخفضة، فيصير هذا الشيء. نعم نعم نعم.
بالإضافة إلى هذه طبعا يعني أكيد حاليا زادت حالات الإصابة بالنزلات البرد. نعم. فواحد يأخذ حذره يعني مثلا في البيت في الدوام في المد خصوصا الأطفال في المدارس في الحضانات يعني حاول إنه مثلا يعني دائما إنه يراقبهم، وهو طبعا أكثر وسيلة لانتشار المرض والعدوى هي عن طريق التلامس. نعم. أيوة. فأهم شيء يكون غسل الإيدين يعني. أنت في المش في ناس مثلا هو أصلا مصاب وعنده إنفلونزا ويجي على يسلم على الكل وهذا خلاص يعني أنت مصاب، فأنت راح تنقل العدوى بكل سهولة عن طريق اللسان. عن طريق التنفس أيضا. التنفس يعني. نعم. طريق التنفس هو أكثر شيء عن طريق التلامس. عن طريق التنفس مثلا السعال القحة هذا الرشح طبعا هاي كلها تنقل له وسائل. فأهم شيء انه واحد ياخذ حذره بهالموضوع، انه مثل ما قلنا انه يرتدي ملابس ثخينه، يحذر من الخروج مباشره على الجو البارد، وموضوع غسل الايدين كثير ضروري يعني. نعم. طيب دكتور، يعني احيانا لما الواحد يصيبه هذه نوع من نزلات البرد، نعم، دائما يكون هناك في الم في العظام او نعم. في المفاصل، وحتى ممكن انه يصيبه نوع من الصداع. نعم. فايش علاقه نزلات البرد بالام نعم. العظام والمفاصل؟ نعم. هي من اعراض نزلات البرد والصير هي تصير الام في العضلات والمفاصل. طبعا الام العضلات والمفاصل هو يطلقون عليه يسموه برد العظام او برد العضلات، هذا بيكون اما بسبب نفس الفيروس اللي هو ينتشر في الجسم ويسبب هذه الاعراض، مثل ما قلنا رده فعل الجسم بتخلي تصير الاعراض اللي بما فيها الام في العضلات والعظام، او انه تقلبات الجو المفاجئه يعني انه الجو بارد وارتفع درجه الحراره وانخفض درجه الحراره، فيصير تغيرات في العظام بحيث انه بتسبب هذه الالام. فهو اكثر شيء طبعا بيصير فتره الشتاء من يكون الجو بارد، يعني خصوصا الفتره الانتقاليه بين بدايه الشتاء او هذه الاوقات. هذه مثل ما قلنا هي قد تكون اعراض اصابه بالانفلونزا او بسبب تقلبات الجو، يعني ما شرط انه كل من كان عنده الام في العضلات والمفاصل في العضلات والعظام عنده التهاب بالفيروس. بس معظم الاحيان تكون مترافقه مع الاصابه بالعدوى اللي هي الزكام او الانفلونزا. نعم. قبل شوي دكتور كنت تتكلم عن التعامل الامثل ما قبل الاصابه بنزلات البرد. نعم. الحين واحد خلاص قدر الله واصيب بنزلات البرد بمرض من الامراض وغيرها. الحين كيف يمكن انه يتعامل وهو ما زال ايضا يحيط بهذه الاجواء المناخيه ما زالت مستمره مثلا على ولايات محافظات السلطنه، كيف التعامل الامثل بحيث انه يتخلص ويتلاشى وتتلاشى هذه الحالات باسرع وقت ممكن؟ بالنسبه للمصابين وبالنسبه للناس الاصحاء يعني قصدك المصابين خلاص المصابين أصاب. نعم المصابين هو اول شيء يعني يحتاج بصراحه للراحه يعني للراحه لسببين، اول شيء عشان انه هو يعني يتشافى بسرعه يعني عشان المناعه، ثاني شيء عشان انه اذا كان مصاب طبعا راح ينقل عدوى للي معاه، فيفضل انه على الاقل يرتاح ليوم واحد اذا كان في العمل او كان في الدوام في المدرسه بالنسبه للاطفال. الراحه مثل ما قلنا، ثاني شيء شرب السوائل يعني شرب الماء السوائل الدافيه العصائر الطازجه يعني السوائل قد ما يقدر يشرب سوائل، لانه السوائل الافرازات اللي في الجهاز التنفسي اذا كل ما كانت سوائل اكثر كل ما تكون يعني اقل سماكه عشان يتخلص من عدد جسم الانسان. التغذيه طبعا التغذيه الصحيه يحاول انه يتغذى الاغذيه طبعا طبيعيه. مثل ما نقول الراحه هي يعني الراحه معها النوم الكافي، يعني انه ما انه فقط انه لا لازم يرتاح ينام عشان تكون طبعا هذا كلها لها علاقه في المناعه. يعني كل ما كانت مناعته قوية بسبب مثلا النوم الراحة الغذاء الصحي تناول السوائل، هذه أتوقع أنه هي السبيل الوحيد والأول للقضاء على الفيروس أو القضاء على يعني على العدوى. بالإضافة إلى هذا مثلا بياخذ علاجات يعني مثلا هي مسكنات خافض للحرارة، طبعا إذا كانت حرارته مرتفعة مسكنات للصداع آلام العضلات والجسم، اذا كان عنده في انسداد مثلا في الانف او رشح بالعكس بياخذ قطرات اللي هي مي وملح. بخار كثير مهم جدا، يعني حتى مثلا بالبيت اذا كان خصوصا هذا حاليا الجو يكون جاف فيحتاج انه ترطيب الغرفه وترطيب البيت،
يصير بخار، يعني نفتح بخار في البيت حتى البخار يعني يقضي على الفيروسات. مثل ما قلنا المسكنات، يعني طبعا بالنسبه للمضاد الحيوي يحاول يبتعد عنه يعني قدر الامكان. قدر الامكان نعم، لان هو عدوى فيروسيه فما راح ياثر عليه المضاد الحيوي نهائيا، يعني يعني الا في حاله يعني كانت اصابه بالبكتيريا، وهذه تصير يعني في يعني نادرا، مو نادرا بس تكون نسبه حصولها اقل، وثاني شيء يصير بعد التهاب الفيروس يعني. والطبيب هو اللي يعني يقدر يشخص، ما يقدر يشخص 100% انه هذا يعني اصابه بكتيريا او فيروس، بس بعض في بعض الاعراض بتبين انه هذه بكتيريا. نعم. يعني مثل ما ذكر دكتور سيف انه احيانا بعض الاشخاص بالفعل يتهاون في هذا الموضوع. نعم. انه فقط هدفه انه هو يستمتع بهذه الاجواء. أيوة. سواء حتى لو كان هو اصيب يعني بنزلات. نعم. البرد تشوفه لازم ياخذ الماء البارد، تقول له خلاص. نعم. الحين انت مريض مصاب بالزكام. أيوة. والكحه، ليش ايضا تاخذ او تتناول. نعم. الماء. أيوة. البارد. ايوه ايوه طبعا، لانه يعني في من الناس خلاص يتهاون، بس هو يعني هو حتى هذا الفيروسات مع العلم انه هي يعني يعني قد تكون اكثر يعني اكثر فيروسات او الامراض شيوعا ويتهاون بها الانسان، بس فيها مضاعفات يعني اقل شيء اذا 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 كانت مناعته ضعيفه واذا ما التزم بالتعليمات احتمال يصير عنده التهاب في الرئه. التهاب في الرئه طبعا التهاب يعني خطير ويسبب له مشاكل اكثر. فلذلك لا، المفروض مثل ما قلنا أول شيء هو الراحة والتدفئة، يعني واحد يدفي نفسه في البيت، في الشارع، في السيارة. نعم. طيب خلونا الحين نتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي دائما. نعم. تنتشر بين أفراد المجتمع. نعم. نعم. مع البعض أو الكثيرين خلنا نقول. نعم. من ضمنها دكتور اللي عنده هطول طبعا الأمطار. نعم. الأودية تنزل. نعم. تشكل بعض البرك المائية. نعم. فالأطفال تحصلهم في الشمس يروحوا يسبحوا في البركة. أيوة. يطلعون. أيوة. يدفون من جديد بالشمس. أيوة. ويدخلون مرة من جديد للبركة. صحيح. والعملية متتالية كذا. نعم. ومتتابعة. نعم. أضرار هذا الشيء دكتور باب التوضيح ايضا والتنبيه، لان اولياء الامور يجب ان يكونوا على وعي ايضا بهذا الجانب. لا طبعا اكيد غلط، لانه يعني انت هو راح ينزل يسبح بالبركه والبركه ما بارده يعني بارده طبعا. ايوه، ومباشره راح يضربه هواء مثلا بارد، فمباشره هي هو الفيروس موجود في الجو يعني. موجود، وقد يكون هو اصلا عنده فيروس بس لانه مناعته كانت قويه بحيث منعت من ظهور الفيروس. فبمجرد مثل ما قلنا هو في علاقة بين انخفاض درجة الحرارة والإصابة بالفيروسات، العلاقة مباشرة إنه هي انخفاض درجة الحرارة يقلل مناعة الجسم ويأثر على الجهاز التنفسي، فيكون خلاص مستعد لاستقبال كل الفيروسات ويصاب بالعدوى. نعم جميل، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا دكتور مصطفى عصام العلي، طبيب عام بمستشفى الخليج التخصصي. شكرا لك، وشكرا لك على هذه النصائح اللي قدمتها لنا. حياك الله. إذن مشاهدينا الكرام، الآن راح نشاهد تقرير عن موضوع لوحات حول العالم، وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم، كونوا معنا.